اهلا بكم في فيديو جديد لفيلم جديد. فيلمنا النهاردة فيلم مغامرة وقصارة اسمه نيلي راب صائدة الوحوش. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله. في بداية فيلمنا بنتعرف على نيلي، بنت عندها 11 سنة ومهووسة بالوحوش لدرجة انها في عرض المواهب في المدرسة عملت مشهد ان في وحش بيهاجمها وهي بتقتله، بس هو في الاخر بيتغلب عليها وبيقتلها. وعلشان تخلي المشهد يبان حقيقي على قد ما تقدر وبأقل الامكانيات بتستخدم كشاف وصورة وحش وكاتشب علشان قال ايه يعني الوحش جرحها بجد وبتنزف، بس مفيش ولا واحد من الجمهور عجب العرض وكل زمايلها اتريقوا عليها وخلوها تنزل من على المسرح بسرعة. الوحيد اللي كان بيشجع نيلي كان باباها اللي اصلا طول الوقت بيحاول يبعدها عن الافكار دي وبيحاول يخليها تسيبها من خيالها الواسع بالزيادة ده وتعيش على ارض الواقع، بس نيلي بترد عليه وتقوله انها مش عاوزة تبقى زي الناس الكبيرة مملة ومفيش مغامرات في حياتها وشايفة ان اللي هي بتعمله ده وطريقة حياتها دي هي الصح والمناسبة ليها. بعد ما العرض بيخلص نيلي باباها بياخدها في العربية ويروح يزور عمها هانيبال، وبعد كام ساعة سواقة بيوصلوا. وأول ما نيلي بتشوف البيت بتنبهر من جماله وحجمه لأنه يشبه القصر فعلا. اللي بيفتح لهم باب البيت وقتها كانت سيلفا مديرة البيت، بس هي ما كانتش تعرفهم وافتكرتهم جايين يشتغلوا معاها في البيت في التنظيف والمطبخ، وبتجري على جوه تجيب لهم المكنسة والشرشوب علشان يبدأوا في الشغل على طول. وفين وفين على موالد نيلي بيفهمها إن أخو هانيبال ودي بنته وإنهم جايين يقعدوا معاه يومين، فسيلفا بتعتذر لهم وتاخدهم على أوضهم اللي هيقعدوا فيها. ساعتها لما بيدخلوا معاها وطالعين لأوضتهم بيلاحظوا ديكورات البيت من جوه وكمية التماثيل والمجسمات الموجودة واللوح الفنية، لدرجة إن كان في دب متحنط جنب السلم. في اللحظة دي نيلي بتاخد بالها من باب غريب تحت السلم، وسيلفا بتحذرها من المكان ده وتقول لها ما تقربش منه أبدا، ونيلي بتسمع الكلام ومش مقتنعة بيه، وفضولها لاستكشاف ما وراء الباب بيزيد بس بتستنى الفرصة المناسبة. بيطلعوا الأوضة يستريحوا، بس كل شوية سيلفا بتيجي تجيب لهم حاجة، ووالد نيلي كل ما يتفاجئ بيها بيتخض، أصل كلام نيلي هي كمان تعب له أعصابه طول الوقت عن الوحوش. بالليل بعد ما باباها بينام نيلي كانت مركزة في الرسومات اللي على السقف وبتحاول تنام، بس ساعتها عمها هانيبال بيوصل فنيلي بتجري على الشباك علشان تشوفه، فبتتفاجئ انه نزل فتح شنطة العربية وطلع منها واحد متكتف، وسيلفا بتساعده في انهم يدخلوه البيت. وفي لحظة كانت نيلي خرجت من الأوضة واستخبت ورا تمثال الدب وشافتهم هما داخلين الباب اللي سيلفا حذرتها منه قبل كده. لما بتشوف انهم دخلوا خلاص بتتسحب وراهم وتفتح الباب، ولما بتدخل بتلاقي سرداب طويل وفي اخره زي مكتبة كبيرة تقريبا، والراجل المتكتف ده بيطلع انه مصاص دماء وهانيبال قابض عليه وبيحبسه في قفص. ساعتها بتجري نيلي تصحي باباها وتقول له على اللي شافته، وكمان بتاخده معاها وتوريه المكان على الطبيعة علشان يتأكد من كلامها، بس تتفاجئ ان القفص اللي فيه مصاص الدماء اختفى وباباها بياخدها ويرجعوا يناموا. تاني يوم الصبح نيلي بتنزل تلاقي باباها قاعد مع عمها وبيحكي له عليها، ولما هانيبال بيرحب بيها ساعتها نيلي بتاخد بالها من إصابة غريبة في ايده اليمين. وفي الوقت اللي باباها جاله فيه تليفون هانيبال دخل المكتب يجيب حاجة من جوه. نيلي اخدت قوس الاسهم اللي كان على التمثال وبتحاول انها تجربه تشوفه حقيقي ولا لا، واول ما بتضغط على السهم بيطير ويجي في ايد عمها اللي مش بيتألم ولا حاجة، بس هو بيتفاجئ وسيلفا بتيجي تساعده، بس هو بيطمنهم وبيخلي اخوه ونيلي يخرجوا شوية وما يشغلوش بالهم بيه. بعدها نيلي بتروح مع باباها على السوبر ماركت، وهناك بتاخد بالها من بنت كانت بتشتري كميات كبيرة من الاكل، واللي بيلفت نظرها مشية البنت لانها كانت مركبة رجل صناعية وماشية بتعرق شوية ولبسها مغطي وشها ومخلي شكلها يخوف. لما بيرجعوا باباها بيسلم عليها وبيسيبها تقضي الاجازه مع عمها ويرجع هو يشوف شغله في المدينه. ومن بعدها ونيلي كانت بتستغل وجودها لوحدها معظم الوقت في انها تتمشى في البيت وتكتشفه، وفي مره بتنزل لاوضه سريه بس وهي مشغوله مستغربه المكان وبتقلب في الكتب اللي في المكتبه بتسمع صوت بيقرب فبترتبك وتوقع الكتب على الارض، ولما بتيجي ترجعهم مكانهم تاني بتلاقي زرار في الجنب اول ما بتضغط عليه المكتبه بتتحرك ويتفتح وراها باب لباقي القاعه. وساعتها نيلي بتتفاجئ بالمكان اللي مليان بصور تشريحية للوحوش وكمان أجزاء متحنطة ببرطمانات. وفي الوقت اللي كانت بتتفرج على المكان سيلفا بتدخل وتصرخ أول ما بتشوفها، أصلها افتكرتها وحش بما إنها ما كانتش مفكرة إن نيلي ممكن تدخل الأوضة دي، بس لما ابتدت بتحكي لها القصة من البداية وكمان بتفرح بيها إنها هتنضم ليهم بدري كده. طب القصة إيه بالظبط؟ بتنضم لمين؟ تعالوا بقى نعرف مع بعض وركزوا في اللي جاي، وطبعًا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو بنعمله. سيلفا بقى بتقول لنيلي ان هي وهانيبال عملاء سريين بيحاربوا الوحوش وبيسيطروا عليهم، او بمعنى اصح بيحموا عالم البشر وعالم الوحوش في نفس الوقت علشان كل واحد من الاثنين يعيش بطريقه طبيعيه من غير ما يتعدى حدود التاني، ومهمتهم انهم يقبضوا على الوحوش اللي بتخرج عن القاعده ويهاجموا البشر. وكمان نيلي بتعرف ان مامتها اليس كانت واحده منهم برضه، وانها ما ماتتش في حادثه عربيه زي ما اتقال لها، والحقيقه انها كانت في مهمه لوحدها في الغابه المظلمه بتواجه مستذئب، ومن يومها اختفت ومش عارفين راحت فين ولا قدروا يلاقوها.
سيلفا بتطلع بادج عليه صورة أليس وتدي نيلي علشان تبقى واحدة من العملاء برغم صغر سنها. وفي اللحظة دي هانيبال بيجي، وأول ما بيشوف نيلي ويعرف اللي سيلفا قالته بيزعلها وبيقول لها إنها ما تقدرش تستحمل يوم واحد. وبعدها بياخد نيلي ويطلعوا من الأوضة ويحاول ينيمها مغناطيسي علشان تنسى اللي سيلفا قالته، بس مش بينجح. نيلي في الفترة اللي بعد كده بدأت تقرب من عمها هانيبال، شوية تجيب له الفطار أو شوية تعمل له شاي، المهم إنها بتزن عليه علشان يسيبها تدخل الفريق بتاعه وهو بيرفض لسه. تاني يوم نيلي بتشوف عربيات كتيرة جاية القصر، وسيلفا بتقول لها إن ده اجتماع للمنظمة. ولما نيلي بتستغرب من العربيات اللي راكبينها، سيلفا بتقول لها إن ده مجرد تنكر علشان محدش يعرف حقيقتهم وإنهم بيشتغلوا في وظائف عادية برضه. وبعد ما الكل بيجتمع في بيت هانيبال بيرن انذار الوحوش ويروحوا كلهم متنكرين في لبس الجيش، وبيروحوا على المدينه يدوروا على الوحش اللي ظهر فجاه. وساعتها نيلي كانت عاوزه تروح معاهم بس عمها بيمنعها، وهي طبعا مش بتسمع الكلام وبتاخد عجلتها وطيران وراهم، بس بتتعب في نص الطريق وتلاقيهم اختفوا ومش عارفه المكان اللي هم رايحينه. في اللحظه دي الكلب بتاعها بيعدي ويروح ناحيه الغابه، ولما نيلي بتروح وراه علشان ترجعه مش بتعرف وبتفضل ماشيه وراه لغايه ما بتوصل لبيت مهجور وشكله يخوف في وسط الغابه والكلب دخل جواه. وساعتها نيلي بتدخل وراه وبتتفاجئ ان البيت مهجور من زمان والعنكبوت والتراب بيغطوا كل حاجه، وبتفضل تفتش في البيت لغايه ما بتنزل البدروم وتلاقي فيه ادوات جراحيه كتير، بس هي ما خافتش غير لما لمحت حد جاي داخل البيت فبتجري على فوق وتحاول تاخد الكلب وتخرج، بس مش بتلحق فبتستخبى ورا الكنبه. اللي بتدخل دي كانت البنت اللي نيلي شافتها في السوبر ماركت قبل كده وخافت منها، والبنت دي بتعرف بوجود نيلي فبتقرب منها وترفع الكنبه بايد واحده، فنيلي بتخاف وتطلع تجري. في الوقت ده كان هانيبال وباقي الفريق عاملين الاجتماع وبيفكروا مع بعض في طرق جديده يستخدموها في القبض على الوحوش، لان نشاطهم زاد قوي في الفتره الاخيره. وفينسنت رئيسهم بيقترح عليهم انهم يساعدوا الوحوش على التغيير وانهم يندمجوا في عالم البشر باستخدام التكنولوجيا طبعا. في الوقت ده كانت نيلي رجعت البيت وسمعت الاجتماع من اوله لاخره، وفي الاخر بتجري على المكتبه وتاخد عدد كبير من الكتب علشان تقرا اللي تقدر عليه وتعرف كل حاجه عن الوحوش. وفي كتاب منهم بتقرا عن المستذئبين والاشباح وكمان وحش فرانكنشتاين واللي بتعرف كل حاجه عنه وازاي اتكون. وساعتها بتربط الاحداث ببعضها وتعرف ان البنت اللي قابلتها في الحقيقه وحش فرانكنشتاين. وبالليل بتجهز نفسها وتلبس خوذه حديد وتلف مخدتين حوالين جسمها وتاخد كام سلاح وتروح على البيت المهجور علشان تقبض على البنت، بس للاسف البنت كانت قويه جدا وبتقطع الشبكه اللي نيلي رميتها عليها علشان تقيدها. وساعتها نيلي بتخاف وتطلع تجري في الغابه، وفجاه بتلاقي في وشها مستذئب مره واحده راح هاجم عليها وكان هيقتلها، ونيلي بتطلع تجري منه بس بتتكعبل وتقع على دماغها تتخبط في صخره يغمى عليها. في اللحظه دي بتيجي البنت الغريبه ومعاها شعله نار وتبعد المستذئب عن نيلي وتشيلها وتاخدها معاها على بيتها. ونيلي بتستغربه لما بتفوق انها بتلاقي البنت بتعالجها وبتساعدها وانها مش وحش زي ما قرات في الكتب، وكمان بتعرف منها ان اسمها روبرتا ونيلي بتبات الليله في البيت ده. تاني يوم الصبح بتصحى نيلي وتلاقي روبرتا بتخبز وتعرف منها انها بتحب الخبز جدا وموهوبه فيه، وان مامتها اللي علمتها كل حاجه، بس قبل ده كانت نيلي اعتذرت لها انها حاولت تقبض عليها امبارح وشكرتها انها انقذتها من المستذئب. وساعتها روبرتا بتقول لنيلي حكايتها وانها عايشه بقالها 100 سنه على وضعها ده، وكانت عايشه مع مامتها اللي ماتت وسابتها قبل ما يفتحوا الكافيه اللي كانوا فيه. وبتحكي نيلي ان مامتها او البروفيسوره كانت بتشوفها جميله طول الوقت وبتعمل لها كل حاجه بصبر وحب، ومن وقت ما مامتها ماتت وهي حاسه بالوحده والبيت بقى هادي جدا. لما نيلي بتعرف بفكرة الكافيه بتشجع روبرتا على انها تحقق حلمها وتفتح الكافيه، وبتقرر انها تساعدها في تنظيف البيت وتجهيزه، وعشان يعملوا حفلة بيعملوا جوابات دعوة يودوها لكل الوحوش اللي روبرتا تعرفهم علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت مامتها عايشة. وبيعدوا على الوحوش واحد واحد يعزموهم، واولهم كان مصاص دماء ومستذئبة شغالة في مطعم. ولأول مرة نيلي تحس بالسعادة وإنها لها صديقة بتحبها وبتلعب معاها، لأن زمايلها في المدرسة كانوا يا بيتنمروا عليها يا إما بيبعدوها عنهم لأن تفكيرها غريب بالنسبة لهم. في الوقت ده كان فينسنت في قصر هانيبال بيجهز شنطته علشان يرجع المدينه، وبيجيله تليفون من معمل التجارب على الوحوش بتاعته بيقولوا له ان التجربه فشلت وانهم مش عارفين يسيطروا على الوحوش ولا يغيروا في سلوكهم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف عملاء المنظمه كلهم بيتنكروا في شكل عمال عاديين وبيروحوا المدينه يدوروا على الوحوش. في الوقت اللي كانت فيه نيلي مع روبرتا بيجهزوا اليافطه بتاعه الكافيه، ولما الدهن بيخلص نيلي بترجع على بيت عمها. ساعتها هانيبال وسيلفا مع بعض عند الغابه بيتتبعوا اثار روبرتا لغايه ما بيوصلوا عند بيتها، وبيتفاجئوا ان الوحوش كلهم متجمعين في البيت ده، والوحوش كلهم كانوا اتجمعوا في الوقت ده ببيت روبرتا. وعلى ما نيلي بترجع لها كان عمها وباقي العملاء وصلوا، ونيلي بتجري بسرعه علشان تحذرهم ويهربوا قبل ما يتمسكوا، والعملاء بيقتحموا البيت وبيحاولوا يقبضوا عليهم بس الكل بيهرب ومش بيمسكوا غير روبرتا. ولما روبرتا بتعرف ان نيلي واحده من العملاء لما عمها بيحييها على شجاعتها انها قدرت تجمع الوحوش كلهم في مكان واحد علشان تسهل القبض عليهم بتتصدم وتسيبهم يكتفوها وهي مذهوله، بس نيلي بتدافع عنها وبتقول لهم يسيبوها لانها صديقتها الوحيده. ولما محدش بيسمع كلامها بتجري وتركب العربيه اللي محبوسه فيها روبرتا وتسوقها بسرعه.
فينسنت بيطاردها بعربيته لغايه ما بيحصلها عند مزلقان القطر، وساعتها نيلي بتحرر روبرتا علشان تعتذر لها، بس روبرتا بتفتح باب العربيه وفجاه نيلي بتقع على الارض، وده في الوقت اللي كان فينسنت حصلهم وبيحاول يقبض تاني على روبرتا، بس هي بتخوفه وهو بيجري يستخبى في العربيه، وساعتها روبرتا بتفضل تزقه في العربيه لغايه ما بتوقفها على شريط القطر اللي يدوب ثواني وبيخبطهم. في الوقت ده نيلي فاقت وجريت على روبرتا تحضنها وتقول لها انها فعلا صديقتها الوحيده وانها مش وحش وبتعتذر لها وتقول لها انها فعلا بتحبها. ولما ده بيحصل روبرتا بتهدى وبتبعد عربيه فينسنت وتنقذه في اخر لحظه، وساعتها نيلي بتتاسف لها تاني وتقول لها انها كانت لازم تقول لها الحقيقه من البدايه، وبتتوجه لعمها وتقول له انها مش عاوزه تبقى منهم وتطارد الوحوش زي مامتها، بس لو كان ده على حساب انهم يقضوا على اي حد لمجرد انه مختلف فهي مش هتعمل كده ابدا، وبترمي الشاره بتاعت مامتها على الارض. في اللحظة دي كان فينسنت خرج من العربية ورمى سهم على روبرتا، بس هانيبال بيفاديها والسهم بيجي في رجله، وفينسنت ساعتها بيتجنن من فشله وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بيومين سيلفا في الاجتماع بتتفق مع زمايلها انهم يقوموا بمهمة حماية الوحوش والبشر ما يتعدوش حدودهم ويقرروا مين يعيش ومين يموت، وهانيبال بيهادي نيلي بالشارة بتاعتها ويقول لها انها واحدة منهم دلوقتي. بعدها والد نيلي بيجي ياخدها، ونيلي بتسلم على هانيبال وسيلفا وبترجع مع باباها المدينة، بس في الاول وهم في الطريق بتخليه يعدي على بيت روبرتا علشان تسلم عليها. وقتها بتشوف ان روبرتا افتتحت الكافيه زي ما كانت بتحلم، وفي زباين كتير من البشر وباقي الوحوش بيشتغلوا معاها هناك، والد نيلي هنا بيدخل معاها ويتعرف على الوحوش من غير ما يكون خايف منهم. وفي اخر مشهد روبرتا بترجع لنيلي شارة مامتها اللي كانت رمتها على الارض، والعبره في النهايه اننا لازم نحترم اختلافات بعض، ومش معنى ان في حد عكسك او مختلف عنك ان ده يديك الحق انك تضايقه. كلنا من حقنا نعيش في العالم بسلام وامان من غير ما نكون خايفين من راي الناس فينا، وكل واحد من حقه ان يحقق حلمه مهما كان مختلف او غريب. وبكده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنعمله، ولو نفسك في افلام بعينها هنلخصها اكتبها لنا في الكومنتات واحنا هنلخصها. ولحد الفيديو الجاي، مع السلامه.